ولمزيد من التفاصيل عن الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء ينضم إلينا اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. سيادة اللواء تحياتنا لكم، رجلا من رجال قواتنا المسلحة الباسلة في هذا اليوم الخالد والمجيد والذي يمثل نتاج الانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بصفتكم شاهدا على هذا اليوم كيف تراه في ذكراه 41؟ بداية تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل المشاهدين في كل مكان، بقول لكل المصريين كل سنة وانتم طيبين، ودايما بنحتفل من عيد لعيد وكل عيد بنطور في أرضنا وفي سيناء، وسيناء النهاردة لها مذاق آخر. هذه الاحتفالات اللي بتجري على أرض سيناء في عيدها 41 لاستلامها، ده من أعظم الاحتفالات، وخاصة بعد القضاء على الإرهاب، وزي ما قال سيادة الرئيس الإرهاب أصبح في التاريخ، خلاص ما عادش فيه إرهاب. وعايزين نقول كمان إن عدتم عدنا، يعني وممكن في أي وقت ممكن نلاقي حاجة تطلع تشز عن القاعدة ونلاقي فيه إرهاب أو فيه خلية من الخلايا النايمة. انتهى هذا العصر تماما، لأن كل اللي احنا عملناه في سيناء النهاردة بيتوج كل حرب التحرير واستعادة كل ذرة رمل من أرض سيناء بخطة إعمار سيناء بالبشر قبل الشجر والحجر، لينتهي إلى غير رجعة ذلك الفصل القسري بين سيناء وبين الوطن الأم بعد الأنفاق اللي تم حفرها، بعد مية النيل النهاردة 2 مليون متر مكعب مياه بتعبر يوميا إلى سيناء لري هذه الأرض الطيبة. في نص مليون فدان تم استصلاحهم وأبنائنا بيزرعوهم دلوقتي. سيناء تحولت إلى منطقة جذب سكاني، ولم تعد بعد الآن منطقة لطرد السكان أو فيها فقر سكاني أو عدد السكان فيها قليلين، وكان ده اللي يمكن ده اللي كان مخليها مطمع لأناس آخرين بيقولوا طيب إذا كانت سيناء فاضية طب ما نحل القضية الفلسطينية على حسابها. احنا بنقول كل ذرة رمل من ترابنا الوطني بأغلى من دمائنا كلها وأغلى من حياتنا، ولن تقبل أو لن يقبل أي مصري أن حبة رمل من تراب الوطني تدنس أو تضيع منه وفينا نفس بيخرج ويدخل وبنتنفس على هذه الأرض الطيبة. عايز أقول أن الحمد لله رب العالمين في وقت من الأوقات لما حاولوا أنهم يجعلوا هذه الأرض جزء من حل القضية ورفضنا تماما، جابوا الإخوان عشان يمكنوهم من أرض سيناء. لما شلنا الإخوان تماما وأزحناهم عن حكم مصر وكشفنا هذا المخطط اللئيم اللي هم متفقين على أن نعم أصبحت كما تقول تاريخا وذكرى. سيادة اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، نشكرك ونجدد لك التحية في هذا اليوم العظيم، يوم التحرير سيناء في ذكراها 41.